إلى أجواء الروايات، ورواية توثق الانتقال من الحارة إلى الحي، وبعدها نوثق حكايات جدة القديمة في رواية الكمكم. يعود الشاب مهنا الطيب من جدة في رواية جديدة، ولكن هذه المرة على لسان الأبكم. من الكمكم إلى الأبكم، وهذه الرواية اللي حنتحدث عنها اليوم، اللي اختصرت كثير من التغييرات الكبيرة في حياتنا. يعني ما نبي نحرق أي حاجة الأول، ما قبل ما نعرف أكيد أكثر من صاحب الرواية مهنا الطيب ككاتب. حياك معنا في ساعة شباب، كيف أمورك؟ الله يعزك تراب، طولت علينا. والله وحشتونا. والله أنت يعني كمان، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب. التقينا من جديد مع طيب. فكرة توثيقك لأحياء جدة من الكمكم إلى الأبكم. نعم. إيش صار فيها؟ جميل. كيف بدأت؟ هو مشروع الروائي كله منصب في مدينة جدة. حلو. بحاول أني أوثق هذه المدينة بشكل روائي وقصصي عن طريق أني أمسك كل منطقة من مناطق جدة. أولاً بدأت بمنطقة البلد في جنوب جدة في رواية الكمكم. بعد هذا الإصدار الجديد الآن رواية الأبكم تتكلم عن حي المحمدية ومنطقة الشمال، والمفهوم اللي هو الانتقال من الحارة والعماير والجيران إلى الحي والفلل والأسوار. بعدها الرواية الثالثة اللي شغال عليها حالياً عن منطقة الشرق اللي هي منطقة الحرمين والبنية التحتية والبنية العشوائية، المواضيع اللي مرينا فيها الفترات اللي راحت هذه بالضبط. كلها صحيح. وحتى عندي في المشروع نفسه في الأخير حعمل جدة مستقبلية، تنتهي المجموعة حقت رواياتي بجدة في كلها من خلال الرواية. نعم. حبيت تسلسل الروايات عندك، بس بعرف مهنا رواية الأبكم تحديدا كم صفحة؟ جميل. هي تقع تقريبا في 250 صفحة. 250 صفحة. أيوه. بتتكلم عنها فقط، عن انتقال الشخص من الحارة إلى الحي. خلينا نعيش معك الفكرة بشكل أوسع وشكل أكبر تحديدا عن رواية الأبكم. طبعا أكيد. هي الفكرة عن أول فيلا تم بناءها في حي المحمدية. فكرة الرواية أنه شخص كان عايش في الجنوب، وبعد كده حب أنه ينشئ بيت كبير خاص فيه، يعني كان عايش في شقة صغيرة، وبعد هذا بدأت العائلة تكبر عنده، وصار عنده هاجس فكرة أنه بيوفر بيت كبير لأهله يسكنوا فيه. فبدأ ينتقل بالتدريج، كل مرة ينتقل للشمال أكثر، إلى ما وصل لفكرة أنه يبني فيلا في أرض خاوية هي منطقة المحمدية، كان ما فيها أي سكن يعني، وهو قرر أنه يبني في هذا المكان أول فيلا. محمدية ما كان فيها سكن، هذا كلام قبل 12-15 سنة. أيوة. تقريبا. نعم. وأكثر. أيوة. أكثر صحيح. أيوة. فالفكرة أنه كيف هو بدأ، كل ما كان يحاول أنه ينشئ هذا البيت كان بيركز على الحياة المادية، أنه بيحاول يتحسن ماديا، وبينسى يعني هو كل ما بيبني في البيت بينسى أهل البيت. فهنا المفارقة، أنه كيف الإنسان أحياناً أنه بيحاول أنه ينتقل لبيت أفضل لكن ينسى العلاقات الإنسانية نفسها. وهذا واقع على فكرة بنعيشه مهنا، لأنه لو جينا على أرض الواقع بنلاقي ناس صحيح. كثير ممكن بيتناسوا بسبب انبهارهم بالحياة الجديدة، ممكن أيضاً نسيوا حقيقة بسبب انشغالهم بحاجات ما كانوا متعودين عليها من غير ما يحسوا. فهذه امر لازم، يعني سبحان الله، انتقال من مرحله لمرحله لازم الواحد ياخذ بعين الاعتبار حاجات مره كثير طبعا. وايضا صحيح. يشيل معاه الناس اللي حوله بهذه الفكره ويحيطهم بها. روايه الابكم، احنا معنا الكتاب الان هنا عند بدل الصوره عندي الكتاب لايف. انا اشكرك جدا على الاهداء اللي هديتني اياه، بس خلينا نشوف مع بعض هذا الاهداء. شكرا لك، يعني اني كثير مهنا، زميل البدايات فعلا، قدمنا برنامج سوا لم انت عارفه ما شاء الله، يعني قبل كم سنه؟ قبل 11 سنه، تسع سنوات تقريبا. يعني ما شاء الله عمر. انا بديت من 11، انت بعدي بسنتين. صحيح. انا بدايتي كانت عن طريق يعني لقائي بطراد، يعني سبحان الله على الاذاعه والتلفزيون. حتى اول لقاء يعني الان يعني كزميل، والان ضيفك يعني شيء جميل. يعني والله انا اتشرف صراحه، يعني في حاجات كثير الواحد يستانس عليها، وايضا تحفيزيه تكون طبعا. جميل جدا. طب خلينا نرجع لموضوع الكتاب تحديدا، ليش كنت معتم جدا بالمهتم جدا بالعلاقات الاجتماعيه في روايه الابكم؟ هل يعني مثلا كثير من الاشخاص اللي بيقراوا روايات لكتاب بيسالوا انه اكيد الكاتب عاش هذه اللحظات، عشان كذا هو برمج هذه اللحظات في الكتاب ونقلها لكتاباته. فليش تحديدا العلاقات الاجتماعيه؟ لانه لنا نفس الاهتمام يعني، راح اقول لك. صحيح. هو يعني في ناس يلوموا علي انه مثلا ليش في نظره مثلا سوداويه او يعني نظره المعتمه للعلاقات الاجتماعيه في رواياتي. بالعكس، هو انا اللي اشتغل عليه انه كيف اوجد بشكل واقعي للحياه الانسانيه والعلاقات الانسانيه بشكلها الجيد والسلبي.
يعني كثير روايات تتكلم عن الأشياء الجميلة بس يتناسوا أنه في جانب برضو سلبي وفي معاناة في الحياة. الرواية تعتمد على أنه كيف القارئ يلاقي معاناة مشتركة، يعني المعاناة اللي يعيشها في حياته الشخصية يلاقيها موجودة عنده في الرواية ويبدأ يفهم نفسه بشكل أكبر. فعلاقات أهل البيت، أنا أبتدئ دائما في رواياتي بأهل البيت، أمسك البيت والناس اللي فيه وكيف علاقاتهم مع بعضهم، كيف بيكون في أسرار بينهم وبين بعض، كيف بيكون في صراعات. ترى هذا عامل جذب على ما أعتقد، يعني الناس لما تشوف واقع، خصوصا في عندك مفردات كثير فيها شفافية عالية جدا، لاحظت مهنة، وهذا أعتقد الناس تعيشهم القصة بشكل حقيقي اكثر، ما في مجاملات. ايوه ما في، يعني بالعكس احنا كمان بنعرف ايش اللي صاير. البيوت اسرار ما نقدر احنا اوقات نجسدها، حتى في يعني تصير في مسلسلات وافلام، ولكن لما تقرا تعطي له مساحه اكبر انه هو طبعاً يتخيل. يعني ما اعرف انا ليش كم لها لسه حتنزل الروايه ولا الان نزلت في معرض الكتاب، تم تدشينها مع معرض الكتاب قبل ايام، وان شاء الله حيكون غدا يوم الاثنين التوقيع الرسمي في منصة رقم 4 في معرض الكتاب إن شاء الله الساعة 8:30. رميت متحمسة لهذا النوع من الروايات؟ طبعا أنا جدا جدا متحمسة أني أقرأها، خصوصا الروايات تحديدا، يعني أحب أقرأها هي والخواطر والأشعار، ومهتمة جدا بكل الروايات. إن شاء الله راح أقرأ روايتك وبعدين أقول لك رأيي خلف الهواء. أكيد شكرا لك مهنة طيب الكاتب على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب، شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لك غدا في توقيع كتابك. شكرا لكم. شكرا، والله متحمس انا اقرا صراحه. بعد الفاصل حيكون عندنا اخبار وسوالف، ما ادري ممكن اطلع لي بعباره ولا اثنين منها اقول لكم اياها في الاخبار، بس ترقبوا. شكرا لك مهند. شكرا لكم، اشوفكم على خير، مع السلامه. اهلا وسهلا.